اصل انا عندي، لا حابب اقول لكم بس احلى مباراه للاهلي في عام 21. احلى مباراه بالنسبه لي مباراه الزمالك اللي هي 5-3. 5-3 اه كريم. وانا برضه 5-3. 5-3 وليه؟ عشان النادي الاهلي فعلا السكواد، نادي الزمالك سكواد قوي طبعا، فرقه قويه جدا، وانك تكسب الفرقه دي تحط فيها 5 اهداف في 69 دقيقه حاجه تخلي الجيل ده من النادي الاهلي مبسوط. دي بتتسجل في تاريخك ان انت الفرقه دي قدرت تحرز فيها 5 اهداف في خلال اقل من 70 دقيقه. فطبعا ده في وجهه نظري الشخصيه اتفق مع احمد، دي احلى مباراه للنادي الاهلي في 2021.